أضافت هيئة الاستثمار السورية مشروعاً تنموياً جديداً يختص بالإنتاج الحيواني إلى منظومة الاستثمار بهذا القطاع الحيوي في محافظة السويداء، بعد أن كانت قد منحت إجازة استثمار لمشروع آخر في ذات المحافظة لإنتاج لحوم الدواجن والبيض، وذلك بهدف تنمية وتعزيز البنية الإنتاجية التي تعتمد على الميزة الاقتصادية النسبية. أكد مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة أحمد دياب في حديث لصحف محلية أن البدء بتطبيق عملية أتمتة توزيع المازوت الزراعي على منشآت الثروة الحيوانية المداجن كمرحلة أولى سيبدأ اعتبارا من شهر شباط المقبل، مشيرا إلى أن شركة محروقات ستقوم بتصميم الواجهات الإلكترونية لأتمتة المنشآت. أطلق المصرف العقاري نظامه المصرفي الجديد، وذلك عبر مرحلتين. الأولى تشمل إطلاق الخدمات الرئيسة للمنظومة المصرفية ومحولة الدفع، بينما تشمل المرحلة الثانية إطلاق الخدمات المكملة كبنك الإنترنت، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويتم العمل حالياً على استكمال أعمال المرحلة الثانية. أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أنها قد تخفض تصنيف كيان الاحتلال الائتماني إذا اتسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى. وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد أند بورز إن التوقعات السلبية تشير حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين. قال عدد من المندوبين في أوبك بلس إن التحالف لا يخطط لإجراء أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعه المزمع عقده الخميس المقبل، وأضاف المسؤولون إن السعودية وحلفاؤها بدأوا هذا الشهر للتو تخفيضات جديدة في الإنتاج وهم يحتاجون إلى وقت أطول لتقييم آثارها.